زنبت ليلى يا ليلى مني يا العقلة زنبت ليلى يا ليلى مني يا العقلة صحتو يا ليلى يا ليلى حامل قتلة صحتو يا ليلى يا ليلى حامل قتلة يلا يلا ها 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 ما شاء الله ماكو حركة صاح مغلوب
عمري لوحي واجري دمعي انا غالي يا طير وين وراوح نحو المدينة زاد يا طير وين وراوح نحو المدينة زاد الا بلغ سلامي لكامل الانواري الا بلغ سلامي عاش عاش كامل الانواري ماكو حركة يا شباب ها ابو علاء ما في حركة يلا صلي على النبي عاشوا شباب صديقي يا صديقي نلقاك يوم ضيقي صديقي يا صديقي نلقاك يوم ضيقي الله سلام ابو علاء ما شاء الله اللهم صل على النبي ارحم يا سيدي شباب الاول الله حي الاول لو تاخذني يا طير يلا يلا المدينة توديني على هواه يلا الله 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 كريم ها 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 يلا يلا تمام اللهم صل على النبي وعلى العصام لو تاخذني يا طير المدينة توديني على هواه عرب عرب يلا الله الله يلا 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 واسكن يمك يا نبي واسكن يمك يا نبي واسكن يمك يا نبي وتشوف النور عيوني على هواه ما شاء الله خلينا غاه محمد أيه ها 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 لو يا طير الحمام لو يا طير الحمام لو يا طير الحمام يلي مسافر على طيبة على هوا هيا غاية ما شاء الله خليني أصار هو يا طير الحمام هو يا طير الحمام مسافر على
تاخذ لي معك سلام، يلا تاخذ لي معك سلام للنبي المؤمن على وصي ألف آني هايم يوم الضاعن هم شايل عرب أصبحت شبه الصايم، أصبحت شبه الصايم عشان عن مشروبي آه وآه وآه المدينة محلى يا عم الشيخ والبيه بالله روحي ضلي بضيم جنوحي اه يا روحي ولول والبيق بالله روحي ظلي بضيم جنوحي حجاج كل غات روحي حجاج كل غات روحي وانت عليك اللومي وانت عليك اللومي المدينة محلى آغا وآغا وآغا أني دخيلك فاغا حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراضع مع كلمة مع الأخ الحبيب أو ابن الأخ الحبيب أخونا الشيخ أحمد لمدة 5 دقائق فليتفضل مشكورة أكثر من 5 دقائق أخي ما بنسمح لك محمد زين زين مكهول العين والهادي لا صلوا عليه السلام عليكم وزير خير فغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحاظك في محاسن الله يبارك فيك إن شاء الله شلون بتكون هاي جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ما أغلق علينا أولا نقول للعروسين بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وأخرج منكما الكثير الطيب
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل الجميع من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة بجاه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، فالمقام ليس مقام كلام، ولكن نزولا عند رغبة عمنا الشيخ ناصر حفظه الله أتكلم ببضع كلمات إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا أطيل فيها. من أراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة ما عليه إلا أن يفتح كتاب الله عز وجل ويأخذ منه المنهج الذي يوصله إلى سعادة الدارين. الله جل جلاله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أردت لنفسك الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة الرغيدة، فما عليك إلا أن تلتزم بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به: الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان المقبل على الزواج أو المتزوج كيف يستطيع أن يملك قلب زوجته، أو كيف تستطيع الزوجة أن تملك قلب زوجها؟ هناك عدة أسباب تجعل الإنسان يملك قلوب الآخرين، سأقتصر على سببين اثنين. السبب الأول تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان اتقى الله عز وجل، فعل المأمورات، اجتنب المنهيات، الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس حبا، ويجعل لهم أو يجعل له في قلوبهم مودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فبتقوى الله عز وجل تكسب قلوب الآخرين، ومن جملة هؤلاء زوجتك، أقرب الناس إليك. إذا أردت أن تملك قلبها فأصلح ما بينك وبين الله. ولذلك ورد: من أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله عز وجل ما بينه وبين الناس. هذا هو السبب من الأسباب الذي إن قمت بها تملك بها قلوب الآخرين. السبب الثاني الابتسامة، لا تكلفك شيء. الابتسامة تحتاج إلى دفع مادي شيء؟ أبدا، بلاش، مو هيك؟ فالابتسامة لها تأثير على قلوب من حولك. فإذا أردت أن تكسب مودتهم ومحبتهم فما عليك إلا أن تكثر التبسم. ولذلك السيدة عائشة الله يرضى عنها زوجة سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بماذا وصفته؟ قالت: كان بساما ضحاكا. فبدك تعيش مع الناس بسعادة وسرور، فما عليك إلا أن تكثر من هذا الأمر، التبسم. ولذلك ورد: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تكسب قلوب الآخرين بدون كلفة وبدون مشقة وبدون أي تعب. يعني الإنسان يعلم من نفسه، لأن لو دخلت إلى طبيب وكان عابس في وجهك ترتاح له؟ ما ترتاح له. ولكن لو استقبلك بابتسام وبكلمة طيبة ينشرح صدرك له. وكذلك لو دخلت إلى متجر، إلى محل بيع، واستقبلك البائع بابتسامة وبلطافة تقبل على الشراء وأنت مرتاح. أما إذا استقبلك بعبوسة وجه ما ترتاح له وما ينشرح صدرك له. فبدك ترتاح مع زوجتك وزوجتك ترتاح معك، اتبسموا واضحكوا مع بعض. الله عز وجل يفتح عليكم ويسر أموركم. وهذا ما سمح به المجال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. جزا الله الشيخ أحمد على هذه الكلمة خيرا، بارك الله فيكم جميعا.
على راسي. والله من زين عقيده الاحكام الجانب الاكبر لوجودنا وجودك والرد ان شاء الله سيدي. ابو سام سام دعاء شارع وشلون انا مليا يا 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 يوب يا يوب وشلون انا مو وشلون انا مو وشلون انا مو حبيبي محمد حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد عسل كلامه على درب طيبة يا يوب يا يوب حني يا ناقة حني يا ناقة لنزور أبو براقيم والله لنزور الشيخ ويا الرفاقة لنزور أبو القاسم ويا الرفاقة وشلون انا ملي وشلون انا مو وشلون انا مو وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه عسل كلامه جوهر كلامه حبيبي شفت تلي ها يلا يلا امان 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 والله يا دار والله على المرحوم العم الحاج احمد مجعان يا دار وين الولد والله يا حاج احمد يا مجعان يا دار وين الولد يا دار دليني والله يا دار عقب الولف امان 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 والله يا دار عقب الولف من عاد يسليني يا ابو يا ابو يا ابو اماني يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو امان يا ابو على طيبه ودوني مرضى يا ابو عمر يا ابو حسين نسمع تحيه وسلام باسم حج حسين الغالي عم العريس ابناء العم المرحوم الحاج احمد مجعان ابو علي التحيه والترحيب لكل الضيوف كل الموجودين ارحمت عمي حج احمد الله يرحم تربته الغاليه يعني فرقه المصطفى مظبوط استاذ داود على راسي بعرفه علم وعلى راسي فرقه المصطفى حج حسين الغالي على راسي المختار ابو علاء حي الله كل الضيوف وهاي علم من بج
وهاي تحية من عم العريس حج محمد أبناء روح عم المرحوم أحمد مشعان أبو علي. التحية والترحيب بالذات 100 مليون كل الضيوف كل الموجودين كل شي لفوا هلنا وبارك وهو الغالي يوسف أبو أحمد يعني سيدة العرسان أحمد الفرادة وضيوف الفرادة كل الموجودين أمة محمد كل شي صلي على سيدنا محمد وعريس المستقبل علي أبو حسين كل الموجودين حياكم الله بجمعة 300 مليون ونسمع وكان عانى ابو حسين وعلى راسي حج حسين تاج راسي الله يحفظك صخورتي ها 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 يا ابو يا ابو يا ابو حج محمد نور عدو موصيد ليلي والله يا عمي المرحوم الحاج محمد نور عدو موصيد ليلي اياك تنسى غم اياك تنسى غم ما نمان يا ما نمان ما نسمع تحية وسلام من والد العريس أخوي الغالي يوسف أبو أحمد بل 200 مليون يعني روح عم المرحوم حج محمد نور أبو علي الله يرحمه درته الغالية التحية والسلام لعيون عمي على أبو محمد تحية لعيون المرحوم حج أحمد ابن عم المرحوم محمد نور تحية لعيون حج وليد الغالي وأهل الريف الشمالي كل الضيوف كل الموجودين بل 200 مليون حياك الله تحية باسم العم الغالي حج علي محمد نور وأولاده تحية روح عم المرحوم حج محمد نور تحية لعيون روح المرحوم الأخ الغالي أحمد أبو محمد روح عم المرحوم حج أحمد مشعان تحية للعريس والد العريس عمام العريس خوال العريس حج وليد بغيابه حج مصطفى بغيابه حج عبده بغيابه يلا حي الخوال ونعم الخوال كل الضيوف كل الموجودين كان عانى ابو حسين تحية بال 100 مليون باسم اخوي الغالي ابو عصام عيون العريس والد العريس عمام العريس خوال العريس كل الضيوف كل الموجودين على راس استاذ داود وفرقة المصطفى حياك الله ابو عصام بال 100 مليون هلا تحية باسم عمي ابو علي السليمان واولاده تحية للعريس والد العريس عمام العريس خوال العريس كل الضيوف كل الموجودين يلا حي بيت سليمان عمي المرحوم حج محمد العبد تحية للباروسة واهل الباروسة فارس محمد ابو حسن محمود ابو محمد النسيب محمود ابو سليم بغيابه انطاليا واهل انطاليا كنعان ابو حسين على راس ابن عمي بل 100 مليون ونسمع والله يا دار يا دار على الحج محمد والله على عمي المرحوم الحاج محمد عبد يا دار جيت انشدك يا دار دليني 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 دليني
وضع المرحوم الحاج محمد عبد عساكن ينرحل ومن امان 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 والله عساكن ينرحل لا وين خبريني اسمع تحية وسلام بس المختار شريان يلا حيض على الغالي على راسي منبت وهالمنبت التحية بجمع المئة مليون كل الضيوف كل الموجودين أحلى تحية وسلام مصطفى أبو محمود السفريني على راسي العريس والده عمي علي على راس أبو محمد الساس أود على راسي حياك الله ونورتنا كل الضيوف كل الموجودين حياك الله احلى تحيه وسلام بس ابناء العم المرحوم حج محمد العبد ابو عبد تحيه لعيون محمود ابو محمد العريس والده العمامه والخواله الفراهده وضيوف الفراهده كل الضيوف كل الموجودين عرب كراد تركمان امه محمد كل شيء صلى على سيدنا محمد بل 100 مليون حي الله محمود ابو محمد على راسي صلوا عليه وشلون انام الليل وشلون انامك وشلون انامك وشلون انامك حبيبي محمد عسل كلامك جوهر كلامك عسل كلامك حبيبي محمد جوهر كلامك عسل كلامك وشلون اقضي العمر وشلون اقضي وشلون اقضي وشلون اقضي حبيبي محمد حبيبي محمد وبروحي لابدي وبروحي لابدي وبروحي لابدي احلى بوز دبه اول اول امان 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 يا ابو يا ابو يا ابو امان يا يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو امان يا يا ابو عالصخر ودوني على حلب ودوني بوز دبا ودوني على منبج ودوني بعورتا ودوني مرضني يا ابو على طيبة ودوني مرضني يا ابو الله الله اول اول لما محمود هوشو عمر اللهم صل على النبي بسمع تحية وسلام بسم العم الغالي خالد الفريج على راس ابو محمد الله حي الحديدين وزلم الحديدين ونعم السلم الله حي العريس والده العمام والخوال ولضيوفه كل الضيوف كل الموجودين بدون اي استثناء على راس خالد الفريج حي الله ابو محمد الغالي يعني من الحديدين الفرادة وضيوف الفرادة بل 100 مليون حياك الله وما تقصر يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي
نوري النبي يا نوري النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يلا يلا عمر عمر ما شاء الله على باب ولا خضر وانا بات ما خطر على باب ولا خضر وانا بات ما خطر على باب ولا خضر 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 وانا بات ما خطر على باب ولا خضر وانا بات ما خطر ايوه الله سلام بسم العم الغالي علي محمد نور ابو محمد ابناء عم المرحوم حج محمد نور ابو علي التحية بالمئة مليون كل الضيوف كل الموجودين يا علي والد العريس اخوي الغالي يوسف ابو احمد عمام العريس وخواله الفرادة وضيوف الفرادة كل الضيوف كل الموجودين حياكم الله كل شيء اتمنى ومبارك اخوي الغالي يوسف ابو احمد بالمئة مليون يلا 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 انا عليلك سهر الليلي انا عليلك سهر الليلي ليلي 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 ايوه يا علي ليلي 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 ايوه انا عليلي انا عليلي انا 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 اللهم صل على حبيبنا النبي جد الحسنين مددي المددين جد الحسنين ومددي المددين سيدنا النبي يا نوري النبي يا نوري النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نوري النبي يا نوري النبي اللهم صل على حبيبنا النبي سهر الليله هالليله هالليله يا معلى سهر الليله فرحتنا عمرانا وتمت كل العيله فرحتنا عمرانا وتمت كل العيله الليله ليله فرح هات شموع وصواني الليله ليله فرح هات شموع وصواني تنحني دين العريس نغني احلى الاغاني هالليله هالليله يا معلى سهر الليله الليلة الليلة يا محلى سهر الليلة فرحتنا عمرانا وتمت كل العيلة فرحتنا عمرانا وتمت كل العيلة يلا يلا ها 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 ها
الليله 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 يا محلى صار الليله فرحتنا عمرانا وتمت كل العيله فرحتنا عمرانا وتمت كل العيله فرحتنا عمرانا والتمت كل العيلة صلوا صلوا الله يعطيكم العافية ما قصرتوا افراحك دايما اخويا ابو احمد ديارك عامره تحيه لكل الضيوف بدون استثناء تصبحون على خير